بين شاحنتين على خط سكة حديدية مهجورة في كراتشي تتراكم حوله النفايات، يحقن مراهقون أوردتهم بالحقن المخدرة على مرأى من الفتيان المتجهين صباحا إلى مدارسهم. ويعبر هذا المشهد المتكرر في باكستان عن الحال الذي آلت إليها مناطق من هذا البلد الذي تحول إلى نقطة عبور للهيروين الأفغانية. يجلس محمد عمران وراء مكتبه في عيادته النقالة وهو يهتم بتوزيع حقن جديدة نظيفة على مدمني المخدرات بمبادرة من منظمة غير حكومية تدعى باكستان سوسايتي، أي مجتمع باكستان. لأنني كنت أنتمي إلى هذه البيئة، أنا أشعر بما يشعرون به وأفهم مشكلاتهم وحاجاتهم، أشعر بما يحتاج الشخص إليه وأوفر لهم الخدمة الجيدة في اللحظة المناسبة. يعلموننا ألا نستخدم حقن الآخرين، نستطيع استخدام الحقنة مرتين، ولكن إذا استخدمنا حقنة شخص آخر يمكنك الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية. وقد أصبحت باكستان في السنوات الأخيرة مسرحاً يتشابك فيه تهريب الهيروين من أفغانستان لإعادة تهريبه إلى أوروبا والكوكايين المهرب من أمريكا الجنوبية. في العام 2010 ضبطت السلطات الباكستانية للمرة الأولى كمية من الكوكايين المهربة من أمريكا الجنوبية وبلغت 226 كيلوغراماً، وأيد هذا الأمر ما يحكى عن تعاون بين عصابات أمريكا اللاتينية وزعماء المخدرات في باكستان، وربما أيضاً مع حركة طالبان التي تمول نشاطاتها من خلال الإتجار بالمخدرات. انتظر 5 سنوات قبل أن يتمكن من الانتقال إلى الولايات المتحدة والتخلص من تهديدات حركة طالبان، لكن محمد جونز شنواري لا يزال قلقاً على زملائه المترجمين الفوريين الذين يعملون لحساب الجيش الأمريكي والذين يحاولون جاهداً الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. كنت في وضع حرج ومحاط من قبل الأعداء، اعتقدت أني سأموت على يد طالبان، وعندما كنت أفقد الأمل أنقذني قاتل عنصرين من حركة طالبان كان سيقتلانني. لقد أنقذ حياتي وأنا مدين له منذ ذلك الحين. نعلم أن الأمريكيين في أفغانستان يحاربون من أجل حريتنا ولإحلال السلام بيننا، وهذه هي مسؤوليتنا بالاهتمام بالأمريكيين في بلادنا. ويعيش محمد جونز شنواري اليوم في ضاحية واشنطن مع زوجته وولديه، وهو تمكن من مغادرة بلاده بفضل الجهود الكثيفة التي بذلها الجندي الأمريكي مالت زيلر. ووعد الأمريكي شقيقه الأفغاني عند انتهاء مهمته في أفغانستان باستضافته إلى الولايات المتحدة، لكن الجندي أكد أنه لم يكن يعلم أن الأمر سيستغرق 5 سنوات. ولكن في نهاية الأمر حصل شنواري على تأشيرة دخول بعد خضوعه لعمليتين بواسطة آلة الكشف عن الكذب وإثر ضغوطات مارسها برلمانيون على السلطات المعنية، غير أن الحظ لم يحالف الجميع كما كانت الحال مع محمد جونز شنواري. نقلت عائلتي إلى منزل والدي، ليس لدي أي دخل ولا وظيفة، الأمريكيون أخذوا وظيفتي مني، إذا لم يوفروا لي أي فرصة عمل لما يرفضون منحي تأشيرة الدخول؟ وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية من جهتها أنها تسهل إجراءات منح تأشيرات الدخول الخاصة للأفغان، وأن وتيرة منح هذا النوع من التأشيرات قد تسارعت خلال العام المنصرم. وفي العام 2013 حصل 1600 أفغاني على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، أغلبيتهم من المترجمين الفوريين وعائلاتهم، أي أكثر ب10 مرات من النسبة المسجلة في العام السابق.